وزارة الإسكان أعلنت منذ قليل أسماء الفائزين بشقق الإسكان الاجتماعي اللي حجزوا في الإعلان التاسع اللي تم طرحه من 20 أغسطس إلى 20 سبتمبر 2017. إعلان الأسماء على موقع الصندوق اللي ظاهر قدام حضراتكم أو اللي هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي. ويعني تخصيص الوحدات بيكون وفقا للأولويات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، هي المتزوج ويعول شاملا الأرمل أو الأرملة وتعول، والمطلق أو المطلقة وتعول، ثم المتزوج، بعد كده الأعزب، مع إعطاء الأولوية طبعا للأصغر سنا، وفي حالة تساوي السن بتكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا. أستاذة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي قالت إن أعداد المتقدمين كانت أكبر من عدد الشقق المتوفرة في 6 مدن. خلينا نتعرف على عدد الشقق مقابل عدد الحاجزين في كل مدينة منهم من خلال الجرافيك التالي.